حلقة جديدة من بعد الحدث، أهلا بكم. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران صعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من قتل وتهجير وتفجير للمنازل في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. كما تحدث الوزير الإرياني في تصريح صحفي أن تلك الجرائم والانتهاكات تأتي امتدادا لمسلسل الإرهاب المتجذر الذي تمارسه ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب، حيث سبق واعتدت على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومارست بحق أبنائها الفظائع ضمن محاولاتها لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة المستوردة من إيران. أيضا مشاهدينا الكرام، اليوم أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات محلية أخرى منها أمهات المختطفين وأيضا منظمة سام وغيرهم بيانا عن انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق الأطفال. كل هذه التفاصيل وأكثر سنناقشها في برنامجنا، لكن بعد هذا التقرير. لم تتوقف الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المواطنين هنا وفي غيرها من المناطق التي ما زالت ترزح تحت احتلال ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابية. قتل واختطافات للناشطين والمعارضين وتدمير لمنازلهم. فبعد مقتل المكحل في إب والمحاكمة الصورية لفاطمة العرولي التي حكم عليها بالإعدام في محاكمة صورية، تم اختطاف القاضي عبد الوهاب قطران في استمرار واضح لاضطهاد المواطنين وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. تقرير حقوقي يكشف الستار عن ارتكاب الميليشيات الحوثية نحو 2000 انتهاك بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم خلال عام ونصف العام، بينما ندد تجمع حقوقي بالمحاكمات الصورية لعشرات المختطفين بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب. أما الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت تقرير حقوقي يكشف عن ارتكاب الحوثيين 1969 انتهاكا جسيما خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، كان ضحاياها من المدنيين، وتنوعت الانتهاكات بين القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتشويه الجسدي والعنف الجنسي والاغتصاب. ويؤكد حقوقيون تفنن ميليشيا الحوثي في ممارسة الإرهاب المركب بحق اليمنيين، مستحدثة السجون بين حين وآخر لتعذيب المختطفين والزج بهم في زنازنها الموحشة والتي ملأتها بالمختطفين الأبرياء، ومارست بحقهم انتهاكات نازية بحقد سلالي وتعصب كهنوتي لا مثيل له. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لاستفاضة أكثر حول هذا الموضوع سينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ وليد الشفق، عضو مشاورات الرياضة. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. حياك الله أخي أكرم وحيا المشاهدين الكرام. وسينضم إلينا أيضا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وسيلتحق بنا أيضا أستاذ محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. أهلا وسهلا بكما ضيفاي الكريمان. أبدأ معك أستاذ وليد، مؤخرا نلاحظ هناك تصاعد في الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين، رغم أن هناك حديث كبير عن فرص لتسوية سياسية مع هذه الميليشيات، نرى هذه الميليشيات تصعد من انتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها. طبعا الميليشيات الحوثية اليوم ضاربة بكل هذه القرارات وبكل الدعاوي التي تهدف إلى السلام، ضاربة بها كلها عرض الحائط، وهي لا تؤمن أصلا بالسلام، ولو كانت تؤمن بالسلام أخي أكرم لكانت على الأقل بحسنية أو بأي شيء يشار إلى أنها تريد السلام بأن تفرج أولا على المختطفين الذين لديها. هنالك مئات المختطفين من الناشطين والإعلاميين والحقوقيين وأيضا من ممن لهم صوت سواء قبلي أو داخل هذه المحافظات، ما زالوا إلى اليوم أخي أكرم محتجزين لدى هذه الميليشيات الحوثية، يتعرضون اليوم للضرب، يتعرضون اليوم للانتهاكات، يتعرض أهلهم في قراهم للمضايقات، بل أنهم يلزمونهم بإعطاء مبالغ كبيرة جدا مقابل الإفراج عنهم، وذلك عبر السماسرة ومشرفين حوثيين يأتون إلى أقارب هؤلاء المختطفين ويطلبونهم مبالغ كبيرة على أساس أنهم يخلصون من داخل هذه السجون، وهي شبكة
لدى الميليشيات الحوثية تعمل بكل وتيرة من أجل استنزاف هؤلاء المواطنين من أموالهم ومصادرة حقوقهم بدعاوي كثيرة جدا، بدعاوي سواء الإفراج عن المختطفين في السجون أو عن تخفيف الآلام الذين يتعرضون لها ليلا ونهارا من ضرب وصعق في الكهرباء. هنالك يا أخي أكرم مئات، بل أنا أقول بأنها آلاف الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية اليوم بحق المواطنين، وخاصة في محافظة إب، هذه المحافظة التي للأسف الشديد أنا أقولها بكل وضوح، وأنا هنا أدين كل المشايخ، مشايخ محافظة إب وأيضا قادتها وأيضا المسؤولين فيها، بأن هذه المحافظة ظلت وستظل كما هي جمهورية عنيدة وعتيدة، ضحت بآلاف الأحرار من أجل التخليص الجمهورية اليمنية من الإمامة ومن أيضا العبادة والسلالة. أنا أقول اليوم هذه المحافظة تتعرض اليوم لهجوم من قبل هذه الميليشيات الحوثية، حتى أنهم صادروا الممتلكات. هنالك بعض القرى التي فرضت الميليشيات الحوثية عليها سيطرتها، وبل أنها اقتحمت بعض القرى مثل المشاغبة واعتدت أيضا على النساء وعلى الأطفال. هنالك أخي أكرم، لا أدري ماذا تحمل هذه الميليشيات الحوثية من فهم، أو هنالك معلومات مغلوطة من قبل مشرفي محافظة إب لهذه الميليشيات الحوثية، مما جعلهم اليوم يدخلون هذه المحافظة يعني يقتلون وينتهكون وأيضا يصادرون. يعني هنالك عشرات الأراضي لدى مغتربين صادرت الميليشيات الحوثية بدعوى أو بأخرى. هنالك أيضا الناشطين، وهناك أيضا الإعلاميين، وهناك أيضا ممن ليس لهم أي صالة، ممن ليس لهم أي يعني أي حديث سواء عن الميليشيات الحوثية أو عن غيرها، ومع ذلك زجبهم داخل هذه السجون، ويتعرضون اليوم للقمع، ويتعرضون اليوم للتعذيب، ويتعرضون اليوم لممارسات ليست لا تمارس هذه الأعمال لحيوانات، فما بالك بأن تمارس هذه الأعمال وهذا التعذيب مع مواطن بسيط لا يملك من تواجده معهم إلا صوته. نعم. وقلمه. نعم، تفضل. نعم. بالبقاء معي وليد، أذهب إليك أستاذ توفيق الحميدي. أبدأ معك في الجزئية الأبرز اليوم، وهي إصداركم أنتم مع منظمة Human Rights Watch ومنظمات أيضا محلية أخرى بيانا عن انتهاكات الحوثي بحق الأطفال هذا اليوم، في يوم الذي يسموها اليد الحمراء. لو تحدثنا عن ما المقصود باليد الحمراء وعن تفاصيل هذا البيان وأبرز النقاط التي تطرقتم لها. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. البيان الذي صدر اليوم هو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تكنيد الأطفال، وتكنيد الأطفال أصبح أحد العناوين الحقوقية المورقة في اليمن، خاصة من بعد سيطرة ميليشيات جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، واستخدامها الأطفال بصورة أساسية من أجل في والزج بهم في جبهات القتال. هذا البيان اليوم وهذه الحملة تأتي لتؤكد موقف المنظمات الحقوقية والمجتمع اليمني بشكل كامل من خطورة هذه الجريمة وضرورة التصدي لها على كافة المستويات. نحن في الحقيقة غدا بإذن الله سنصدر تقريرا مستقلا تقريبا يتكون من 30 صفحة، كيف استخدم الأطفال طريقا للوصول إلى السلطة. هذه دماء الأبرياء وحياة الطفولة اليوم تستخدم للأسف الشديد كقربان من قبل هذه الجماعة من أجل تمكينها داخل السلطة اليمنية. هذه الإشكالية اليوم الذي ناقشها هذا البيان، وهي بالفعل كما قلنا في البيان جريمة متعددة تقريبا لدى كل الأطراف، لكن جماعة الحوثي ربما هي تستفرد بما نسبته يصل إلى 85-90% من جرائم تجنيد الأطفال. وقد أشار لمثل هذه الحقائق العديد من التقارير بما فيهم تقارير فريق أو لجان الخبراء الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أو الفرق المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمن،
إضافة إلى أن تناوله للعديد من الكثير من الصحف بما فيها صحيفة الجارديان أو التلغراف البريطانية مؤخرا عن هذه الجريمة، واستندت في تقاريرها لكثير من التقارير التي أصدرتها منظمة سام، خاصة تقرير عسكرات الطفولة. اليوم هذه جريمة أو إشكالية كبيرة جدا، من المهم أن تحظى بنقاش مجتمعي كبير وتكون أحد الأجندة المتعلقة بالمفاوضات السياسية، لأن هذه الإشكالية إشكالية ممتدة حتى للأسف الشديد من قبل 2014 سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء لأسباب متعددة متعلقة بضعف التشريعات القانونية، الفساد داخل المؤسسات، الجوانب الاقتصادية السياسية، الدعاية والإعلام، الجانب الديني، حتى حرب غزة الأخيرة اليوم واستغلت بصورة كبيرة ودفعت جماعة الحوثي بمشرفيها لزيادة وتيرة التدريب للأطفال في بعض المدارس المحورية من أجل ما يزعمونه قتال اليهود والإسرائيليين لتدعيم صفوفهم الداخلية في حروبهم ضد اليمنيين. نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ توفيق. أذهب إليك أستاذ محمد. العمدة، بطبيعة الحال هناك الكثير من البيانات التي تصدرونها أنتم كحقوقيين، أيضا بدعم وإسناد من منظمة هيومن رايتس وإشراف منها، وهناك تعاون مع كثير من المنظمات الدولية. سؤال هنا، أنتم حين ترفعون لهذه المنظمات للمجتمع الدولي بهذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، ما طبيعة ردة الفعل التي تقابلون بها، وهل لها تأثير على الواقع أو على أي مفاوضات أو تسويات سياسية مستقبلية؟ مساء الخير عليك أخي الكريم وعلى ضيوفك الكرام وعلى جميع المشاهدين والمستمعين الأكارم. نعم بلا شك هذه التقارير لها دور ولها تأثير كبير، خاصة في الأيام المقبلة وفي أي مفاوضات سياسية. تظل هذه حقوق خاصة، والحقوق الخاصة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، أيضا لا يمكن أن يتم التنازل عليها سواء كان هنالك حلا سياسيا أو لم يكن هنالك حل سياسي. فتظل هذه الانتهاكات وهذه الحقوق هي خاصة بالمواطنين وبالأفراد وتظل في محل حماية. اليوم أخي أكرم، تعرض اليمنيين بعد انقلاب جماعة الحوثي بكل فئاتهم سواء أو نساء أو كبار بالسن لأكبر عملية انتهاك حقوق الإنسان خلال تاريخ اليمن المعاصر. 10 سنوات لم يبقى أسرة ولم يبقى بيت على مستوى الجمهورية اليمنية إلا وهنالك مأساة وهنالك انتهاك وهنالك ما يتعرض له، سواء كان لديهم ابن معتقل أو أخ جريح أو شخص يقتل أو تفجير منزل. اليوم ما يمكن وصفه للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين هو أن الميليشيات الحوثية لم تبقي على عرف ولا على حقوق إلا واحدة، لم يبقى حق من حقوق الإنسان إلا وهنالك انتهاك، لم تبقى أسرة إلا وتعرضت حقوقها أيضا للانتهاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لم تسلم شريحة من شرائح المجتمع إلا وتعرض أيضا لانتهاك. هنالك حملة جرائم قامت بها ميليشيات الحوثي تبدأ من اقتحام المنازل والمداهمة وما صاحب ذلك من ترويع للأطفال والنساء وفي أوقات سواء الصباح الباكر أو في المساء، وبعض المساكن لم يتم اقتحامها من الباب وإنما يتفاجأ الساكنين بدخول المسلحين من على الأسوار أسوار المنازل. أضف إلى ذلك أن المنازل التي يتم اقتحامها يتم أيضا نهبها من كل شيء. هذه الصورة من مئات الصور للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية ارتكبت قتل بالجملة، هنالك أكثر من 14,000 مدني قتلوا في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، هنالك أكثر من 33,000 جريح، هنالك أكثر من 18,000 معتقل بشكل عام، ليس فقط الذي لا زالوا في سجون ميليشيات الحوثي، أنا أتحدث منذ بداية الحرب حتى اللحظة. هنالك أكثر من 40,000 منزل تعرض سواء التدمير الجزئي أو التدمير الكلي
هنالك يعني مئات الالاف من الالغام التي زرعت في كل ارجاء اليمن، سواء في السهول او الوديان او الجبال او المناطق الزراعيه او في المدارس او في الطرقات العامه. هنالك الكثير من الجسور التي تم تسكيرها ونشأها من قبل الميليشيات الحوثيه. ايضا التعليم، هنالك مئات الالاف من الاطفال من حرموا من التعليم بسبب الحرب العشوائيه التي تشنها الميليشيات الحوثيه. نحن امام كارثه حقيقيه اذا لم يتحرك المجتمع الدولي ولم يصنف هذه الميليشيات الحوثيه بانها ميليشيات مهدده للامن والسلام الاقليمي والمحلي والدولي، فان المجتمع الدولي سيكون ايضا مشارك في ما تقوم به الميليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات في المنطقة وفي أيضا في اليمن. الجمهورية اليمنية هي طرف من الأطراف الموقعة على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة البروتوكولات الأربعة الخاصة بجنيف، ولذلك واجب على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة والأخلاقية في حماية المدنيين اليمنيين وتصنيف هذه الميليشيات الحوثي كميليشيات إجرامية وميليشيات إرهابية، وألا يتعاملوا معها، لأن اليوم التعامل مع الجلاب ضد الضحية هو كارثة تضاف إلى أو جريمة تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية. نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ محمد. أعود لك أستاذ وليد. من خلال ما استمعته يبدو أن هناك جهود تقوم بها البعض أو الكثير من المنظمات التي تعمل في الداخل لتبيان حقيقة ما تقوم به ميليشيات الحوثي من انتهاكات بحق اليمنيين. تقييمك لدور المنظمات في نقل هذا الواقع خلال ربما 9 سنوات الماضية؟ طبعا هنالك بعض المنظمات التي لهم جهود كبيرة جدا ويشكرون عليها من خلال جلب المعلومات سواء بالأرقام أو بالأعداد، والتي حضت بعض هذه المنظمات يعني لدى المجتمع الدولي وأيضا سواء المجتمع الدولي أو أيضا المنظمات أيضا الدولية التي تهتم في الشؤون الإنسانية. لذا وأنا أقول هنا أيضا بأن هذه المنظمات هنالك بعض من التقصير. أنا كنت أتمنى من بعض هذه المنظمات كمثل منظمة هود وأيضا منظمة أيضا سام وأيضا من الحقوق والحريات محمد العمدة، أنا أتمنى أيضا من كل هذه المنظمات أن على الأقل يجتمعوا يوم من الأيام وأن تكون هنالك معلوماتهم متطابقة لبعض، وأن يشكل هنالك معرض من أجل عرض هذا المعرض وهذه الانتهاكات أيضا على مجلس الأمن الدولي وأيضا على بعض المنظمات الدولية من أجل أن يتم. هناك بعض المعارض تقام في جنيف في مجلس حقوق الإنسان في كذا يعني. نعم، هنالك بعض المنظمات التي مختصة في هذه، لكن أنا أريد أن يكون هنالك إجماع شامل لكل المنظمات التي تعمل في اليمن سواء داخلية أو خارجية، وأن يشكلوا معرضا يعر فيه الميليشيات الحوثية ويستدعوا فيه أيضا القنوات الدولية والداخلية والخارجية والأوروبية من أجل أن يتم التعريف بما تقوم به الميليشيات الحوثية من انتهاكات، وأن هذه الأعداد لا يمكن أن تحصل اليوم سواء في فلسطين أو في الصومال أو في أي دولة لم تحصل هذه الانتهاكات وهذا القتل وهذا التشريد إلا في اليمن. من يوم أن انقلبت الميليشيات الحوثية على اليمن صارت هنالك المصائب والقتل والدمار والانتهاك والتفجير وأيضا مصادرة الحقوق وأكل أيضا أموال الناس بغير أي حق. كل هذه الجرائم لم تأتي إلا بعدما دخلت هذه الميليشيات الحوثية إلى محافظة صنعاء واستولت أيضا على بعض المحافظات الأخرى. لذلك أنا أدعو أيضا الأخ وزير وزير حقوق الإنسان بأن على الأقل يكون لديهم هنالك على الأقل أن يكون هنالك مؤتمر صحفي على الأقل لو يكون أسبوعين أو 10 أيام أو خلال شهر، وأن تكون هنالك أيضا بعض الصحف وأيضا بعض وسائل الإعلام سواء الداخلية أو الخارجية مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن يتم التعريف بهذه الميليشيات الحوثية وأن تترجم هذه الأعمال إلى عدة لغات وأيضا أن تكون وأن تسلم نسخ معينة إلى سفارتنا في الخارج في الدول الأوروبية وفي أيضا بعض الدول من أجل أن يتم تسليم هذه النسخ إلى ممثلي المنظمات وأن يعرفوا بأن الميليشيات الحوثية اليوم هي تقوم بالقتل والدمار وتعمل كل حاجة. أخي أكرم، هنالك بعض المنظمات تبع الميليشيات الحوثية نحن نقولها ودائما تحدثنا فيها عدة مرات بأن بعض هذه المنظمات تأخذ اليوم أخي أكرم انتهاكات الميليشيات الحوثية وتقوم اليوم بتسويقها على أنها
من أعمال سواء التحالف العربي من أعمال أيضا الحكومة الشرعية وتسوق أيضا للدول الغربية، وهم بهذا يأخذونها ويأخذ مجلدات وأيضا يروجونها. أنا كنت أتمنى بأن تأخذ هذه الفكرة لدى منظماتنا الداخلية والخارجية، وأن على وزير حقوق الإنسان أن يجتمع بهؤلاء المنظمات وأن تكون هنالك إحصاءات يومية، وإن لم تكن لأن هنالك أخي أكرم أنا أقول بأنها مئات أو عشرات أو مئات الجرائم تقام في هذه المحافظات سواء إعلاميا أو غير إعلاميا. نحن نريد أن تكون هناك إحصائية وأن يعرف الجميع ما تقوم به الميليشيا الحوثية اليوم من دمار وقتل لأبناء اليمن، وأن يعروهم أيضا أمام الدول الأوروبية والغربية، وأن تكون هنالك نسخ لكل منظمة بما تقوم به الميليشيا الحوثية. كان هنالك أخي أكرم أنا أذكر كان في هناك في عام 2014 إحدى المنظمات أو إحدى الأشخاص الذين كان لهم جهد كبير في متابعة الميليشيا الحوثية وأصدروا في حينها ملفا متواجد لدي نسخة ممكن أطلعك عليه إلى اليوم عن جرائم الميليشيا الحوثية في صعدة وما تقوم به سواء من تشريدهم لأبناء دماج وما غيرها، وكان لهم هذا الكتاب إلى الآن موجود وتصدر في حينها. أنا كنت أتمنى أن تكون المنظمات أيضا أن يعملوا بنفس هذا السياق وأن يصدروا كتابا يوزع فيه على الجميع وأن يعروا الميليشيا الحوثية أمام المجتمع الدولي وأمام الجميع، لأنهم اليوم الميليشيا الحوثية اليوم تستقوي على هذه الجرائم وأيضا تدخل مداخل كبيرة أيضا مداخل أخرى على المواطنين، يعني من حيث أنها تقايضهم أنها تهددهم وأنها عملت بما بمن سبقهم كأمثال سواء قطران أو أمثال العروي. هنالك مئات الجرائم التي انتهك الميليشيات الحوثية لكن لا يوجد هنالك رادع ولا يوجد من يعريهم اليوم. نعم أعود سأعود لك وليد، أذهب إلى الأستاذ توفيق الحميدي. ربما ما يزيد عن العشرات من التقارير والبيانات التي أصدرتموها أنتم في منظمة سام والكثير من المنظمات الأخرى التي تتحدث عن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي منذ انقلابها وصولا إلى يومنا هذا، السؤال الذي يطرح الآن عن ونحن في إطار تسوية سياسية عن انعكاسات هذه الممارسات مستقبلا على المجتمع اليمني. المواطن يعرف من الذي انتهك حقه، من الذي أجرم بحقه، ومن حرض عليهم، ومن قام بانتهاك حقوقهم. بعد هذه الجروح الغائرة، بعد هذا الإشكال الكبير، ما الذي سيجري مستقبلا في حال الوصول إلى تسوية سياسية؟ كيف سيكون ممكن الوضع مستقبلا؟ هو طبعا من المهم أننا نفرق بين أمرين، أمر الإعلام يعني ما هو معلوم وأمر كيف يمكن إثبات ذلك. نحن الآن نشاهد مثلا تنقل شاشات التلفاز العالمية من مشرق الأرض إلى مغربها مجازر تحدث في غزة، لكن لا يمكن لهذا الإعلام أن يكون دليل أمام المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، ما لم يتم بناء أدلة وفق منظومة قضائية متخصصة ووفق معايير محددة. الجميع يعرف في اليمن الجرائم، الجميع يسمع بها، وما ينشر في الإعلام لا يمكن أن يكون دليل قاطع، هو قد يكون قرينة. وبالتالي نحن كحقوقيين عندما نقول بكل وضوح أن أي عملية سلام قادمة يجب أن تتضمنها عدالة انتقالية، هذه العدالة الانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب. صيغة هذه العدالة في النهاية اتفق عليها الناس سواء كانوا سياسيون أو حقوقيين، كانت جنائية، كانت رضائية، كانت تشاركية، هذا أمر مختلف. لكن لابد أن تكون هنالك عدالة انتقالية، لابد أن يكون هنالك جبر ضرر، لابد أن يكون هنالك اعتراف بالجرائم، يجب أن تكون هنالك نوع من الفضفضة أو نوع من الاعتراف كما هو الحال في أي دول تعبر أو تخرج من الحروب الأهلية وتحاول الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، ما هو مرحلة الانتقال والعبور الديمقراطي. وبالتالي هذا هو المطلوب. إشكاليتنا في اليمن منذ 62 73 في الشمال و 63 في الجنوب أن حدثت نوع من الاقتتال الداخلي أو الانقلابات الداخلية
لم ركزت السلطة والثروة في العواصم ولم تصاحبها أي عملية مصالحة أو عملية عدالة انتقالية، بمعنى الطرف المنتصر كان الناس يلتفون حوله ويمضون إلى مرحلة ثانية إلى أن تحدث دورة عنف جديدة. اليوم من المهم على اليمنيين سياسيين وحقوقيين واجتماعيين وأكاديميين أن يتنبهوا لذلك وأن لا يسمحوا لدورة العنف أن تعود من جديد. هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال عبور ديمقراطي يتضمن عدالة انتقالية ناجزة وواضحة، بمعنى يجب أن لا يفلت المرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وأن تكون هنالك قوائم سوداء بمن غرقوا وأوغلت أيديهم في الدماء بأن لا يعبروا مع اليمنيين إلى المستقبل، يقفوا هنا حتى وإن كانت هنالك عدالة انتقالية قائمة على المسامحة، لكن يجب أن لا يعبروا لصناعة المستقبل لأنهم غير جديرين بهذا الأمر. هي عملية معقدة، أي عملية سلام ستبنى على حسابات سياسية دون إصلاح الخلل الاجتماعي ودون ترقيع الندوب النفسية باعتقادي هي محكومة بالفشل. بقراءتك للوضع، يعني هل هذا وجود عدالة انتقالية وفق المعطيات الحالية هل هو شيء قابل للتطبيق وفق ما نشاهده الآن؟ هو طبعا لا يمكن، لأنه لا يمكن لأي سياسي لأي طرف من الأطراف أن يقبل بها إلا إذا كانوا مستعدين أن يتنازلوا عمن ارتكبوا هذه الجرائم. هي عملية معقدة، وبالتالي نحن دائما نقول في أي عملية سلام يجب أن لا تترك للسياسيين. عملية السلام يجب أن تشمل كافة أبناء المجتمع، يجب أن تشمل الضحايا، تشمل منظمات المجتمع المدني، تشمل المؤسسات التمثيلية للشباب وللنساء. هنا يمكن أن يتشكل صوت مقابل للصوت السياسي، لكن إذا بقت عملية السلام حكر بمن يمتلك السلاح فقط، أنا باعتقادي بأن هذا الأمر سيكون عبارة عن نوع من الهروب من الاستحقاقات العدلية للهروب بانتظار مرحلة ثانية، لأن عملية الثارات وعملية الانتقام لا يمكن أن تهدأ ولا يمكن أن تكتف إلا من خلال عدالة. الهروب من هذه العدالة سيدفع الناس إلى إعادة دورة العنف من جديد. نعم، تفضل بالبقاء معي توفيق. أذهب إليك أستاذ محمد العمدة، يعني لطالما تحدثنا عن هناك نوع من التعامل بميوعة أو الدلالة الأممي لميليشيات الحوثي من قبل المجتمع الدولي بعد 9 سنوات من هذه الحرب وتقارير كثيرة أنتم وغيركم قمتم بنشرها، هل تغيرت هذه المعطيات؟ هل أصبح هناك وعي جمعي لدى الكثير من المنظمات بطبيعة هذه الميليشيات وأنها ميليشيا لا تعرف إلا لغة القوى، لغة الحرب، وفي سلوكها الانتهاكات؟ أنا أعتقد أخي أكرم أن المجتمع الدولي اليوم خاصة بعد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر وكذلك مضيق باب المندب أصبح أكثر وعيا وأكثر نضوج أن الميليشيات الحوثية لا يمكن التعامل معها، أيضا أنها ميليشيات إجرامية لا تؤمن بالسلام. كما أدرك الشعب اليمني من قبل، الشعب اليمني لديه إدراك واعي أن ميليشيات الحوثي وصلت إلى محافظة عدن وشواطئ عدن بقوة سلاحها، ولن تعود إلى جحورها في محافظة صعدة إلا بقوة سلاح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبتكاتف الجميع. نحن مدركين تماما ومن خلال تجربتنا للميليشيات الحوثية منذ حروبها 6 وأيضا منذ 10 سنوات من فترة الحرب أن الميليشيات الحوثية يكذبون كما يتنفسون، كلما حسوا بأنفسهم أنهم ضعيفين في جبهة معينة أو في محافظة معينة استنجدوا بالمجتمع الدولي وبالمبعوث الأممي من أجل إيقاف الحرب حتى يجمعوا شملهم ويشتقوا ويزودوا يقووا ضعفهم ثم بعد ذلك يعودون للحرب مرة أخرى. الجدير بالذكر أخي الكريم أنه من خلال تعاملنا مع الميليشيات الحوثية أن المفاوضات أو أي مفاوضات مع الميليشيات الحوثية هي عبارة عن مضيعة للوقت
وقتل الجهود، ولا يمكن أن يعني لا يمكن أن تفضي إلى حل يرضى به الجميع. اليوم أصبحت مطامع الميليشيات الحوثية الكبيرة، أيضا أصبحت جرائمها في اليمن كما ذكرت لك أنا وذكر لك زميلي الأستاذ توفيق وكذلك الأخ وليد، ذكروا لك أن جرائم الميليشيات الحوثية وصلت إلى كل بيت في يعني في المنازل اليمنية. ولذلك لن يأتي يوم من الأيام ونقول للجميع تسامحوا عن ميليشيات الحوثي وتعالوا بنا نفتح صفحة جديدة. اليوم هنالك أسر ترملت، هنالك الكثير من الأسر الذي معتقل أبيه أو أمه من يعني أو أخيه أو أقاربه منذ أكثر من 8 سنوات وهو في معتقلات ميليشيات الحوثي. هنالك أيضا من بترت أطرافهم بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية. لن يأتي يوم من الأيام ونقول للناس كفوا عن مطالبتكم وترفعوا عن مطالبتكم، نحن سنفتح صفحة جديدة وسنتعايش مع الميليشيات الحوثية. اليوم الحل الوحيد هو أن يكون هنالك محاسبة لكل من أخطأ، كل من أجرم بحق المجتمع اليمني، بحق المدنيين، كل من قتل طفل أو قتل امرأة أو أصاب شخصا ما، يجب أن يتحاسب عن جرائمها التي ارتكبت في الجمهورية اليمنية. أخي الكريم، خلال 10 سنوات من الحرب ألقت بظلال هذا الكثير من المصاعب على 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 اليمنيين. تعرض اليمنيين سواء أسواقهم الشعبية إلى كافة أنواع المقذوفات العشوائية التي كانت تطلقها الميليشيات الحوثي بشكل عشوائي، سواء صواريخ الكاتيوشا أو قذائف الهون أو قذائف الدبابات. هنالك الكثير من الألغام التي زرعت في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية. تعمدت ميليشيات الحوثي إلى قنص النساء والأطفال وترويع الآمنين بالضرب سواء العشوائي في الهواء، مما أدى إلى قتل الكثير بسبب الرواجع التي تطلقها الميليشيات الحوثية إلى الهواء، ناهيك عن القنص المباشر التي قتلت آلاف المدنيين في المحافظات اليمنية. أضف لهذا عزيزي أنها شنت حرب على الإعلاميين وعلى المواقع الإعلامية في اليمن، أغلقت أكثر من 200 موقع صحفي وأكثر من 6 قنوات محلية والعديد من الصحف التي أغلقت، اعتقلت مئات الإعلاميين مما وهجرت الكثير منهم. سأعود للاستفاضة معك في هذه جزئية استهداف الصحفيين أو قادة الرأي أو الإعلاميين أو المؤثرين بشكل عام، لكن أذهب إليك توفيق أو إليك أستاذ وليد الشفق. يعني هذه الأعمال ربما يرجعها البعض إلى أن الحوثيين يريدون إرهاب الناس، يريدون أن يقوموا بإرهابهم مخافة أي حراك ثوري أو ثورة من قبل اليمنيين ضدهم في المدن. هل تعتقد أنه بقيام الميليشيات الحوثية بهذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين بكل شرائحهم بكل أطيافهم أصبحوا يستطيعون القضاء على أي فكرة ثورة ضدهم مستقبلا؟ طبعا ذكرتها سابقا بأن الميليشيات الحوثية أصلا لم تستقوي إلا على ممارستها للإرهاب والتهديد والتنكيل وأيضا القتل والدمار، وأيضا كما ذكرت لك بأنها تقوم بتهديد الناس داخل بيوتهم، وأيضا أخذت أيضا للأسف الشديد أنها أخذت أيضا بعضا ممن كان لهم نفوذ كبيرة جدا، كمثلا شيوخ قبائل أو ممن لهم أصوات كبيرة جدا داخل هذه سواء المديريات أو القرى، الذين أخضعوهم لرغباتهم حتى أنهم كسروا شكوتهم، ومع ذلك اليوم يستقون ويستدلون أيضا للمواطن البسيط. فهم اليوم من خلال نفوذهم الكبيرة سواء عبر المشرفين أخي أكرم، طبعا ليعلم الجميع بأن الميليشيات الحوثية اليوم تستخدم ناسا كمشرفين لها هم من القتلة ومن المجرمين ومن السرق
ومن الذين لا الذين كانوا يعني ليس لهم أي صوت داخل المجتمع اليمني. اليوم أخرجتهم هذه الميليشيات من داخل السجون وشكلت لهم عصابات وأيضا أعطتهم السلاح وأعطتهم أيضا كل ما يحتاجونه من أجل التهديد ومن أجل أيضا الانتهاكات وأيضا من أجل أيضا أن يقدموا على كل المناطق ويهددونهم إن لم تستجيبوا لنا وإن لم تكفوا أصواتكم عنا وإن لم تسمعوا كلامنا سوف نضطر لقتل أبنائكم سوف نضطر لسجن بناتكم. اليوم الميليشيا الحوثية أخي أكرم اليوم لم تترك أي شيء حتى أنها اليوم تدخلت بضرب واعتقال الطفل الذي ليس له ذنب. ما رأيناه في الفيديوهات السابقة لبعض من القرى في سواء ريف إب أو عدة محافظات وهؤلاء الميليشيا الحوثية يسحبون الأطفال ويسحبون النساء بل أنهم يتعدون على النساء بالضرب وبالشتم وبالألفاظ السيئة. أنا أقول بأن الميليشيا الحوثية اليوم إن لم تكن هنالك رادعا من قبل المجتمع الدولي، إن لم يكن هنالك رادع من قبل المنظمات، إن لم يكن هنالك رادعا من قبل المشايخ والقبائل اليمنية الذين يعرف بأبناء اليمن ويعرف بقبائل اليمن بأنهم أصحاب نخوة بأنهم أصحاب كلمة وبأنهم يغارون على أبسط حق من الحقوق أو أي شيء، فما بالك اليوم أن تأتي هذه الميليشيا الحوثية وتنتهك الحرمات وتدخل إلى البيوت. أنا أقول بأن هذا عزاء لأولئك المشايخ لأولئك الذين كانوا يصولون ويعني يصولون ويتكلمون بأشياء كثيرة جدا عبر سواء وسائل التواصل أو عند المشايخ أو عند الرؤساء والقادة وهم يتبلغون لهم. اليوم تهتك اليوم أعراض النساء، تهتك اليوم الأطفال، اليوم كل شيء وأنتم صامتون لا تستطيعون أن تتكلمون. فأنا أقول بأن هذا عار عليكم إن لم تنتفضوا ضد هذه الميليشيات الحوثية. هنالك بعض القبائل ما زادت متمسكة بعادتها وتقاليدها لكن للأسف الشديد جاءت الميليشيات الحوثية وجثمت وطغت وأرغمت هؤلاء المشايخ على أن ينقادوا إليهم وأن يستسلموا لأوامرهم. نعم، أعود لك أستاذ توفيق الحميدي، يعني إذا ما تطرقنا إلى طبيعة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا الملف وهو الملف الإنساني وملف الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي. يبدو أننا فقدنا الأستاذ توفيق الحميدي. نفس السؤال أوجهه لك أستاذ محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. البعض ربما يعتب على الحكومة في طبيعة وطريقة تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان، يعني هل من تقييمك ربما هذا الملف وضعته الحكومة في صدارة أولوياتها؟ طبعا أخي الكريم هنالك جهود مبذولة من الحكومة حتى إن لم تكن يعني بقدر التطلعات التي والآمال التي كنا نأملها، لكن هنالك جهود وهنالك تنسيق ما بين منظمات المجتمع المحلي مع الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية، وهنالك جهود كبيرة تبذل من قبل الوزارة وأيضا من قبل المنظمات المحلية. لكن الجدير بالذكر الكريم كما ذكر لك زميلي توفيق سابقا أنه التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم يجب أن تكون موثقة، يجب أن تكون مرصودة وفقا للآلية الدولية المعتمدة ووفقا لآلية الأمم المتحدة وكذلك مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية. لا يمكن لا نكتفي فقط مثلا بما ترصده الكاميرات أو يرصده المجتمع الدولي، اليوم لا يتعامل إلا مع بيانات حقيقية. وهنا أوجه لك هذا السؤال أستاذ محمد، يعني المواطن ما هو الذي يجب أن يقوم به في حال تعرض إلى انتهاك؟ طبعا نحن في الشبكة لدينا أكثر من 45 رافد ورافدة متوزعين في جميع المحافظات اليمنية، فروعنا موجودة في كافة المحافظات اليمنية بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. نحن ننزل إلى الميدان نقابل أغلب الضحايا، نستمع إلى الشهود نوثقهم، نستمع أيضا إلى أسر الضحايا نأخذ شهاداتهم ونأخذ أيضا البلاغات. الأهم أن كل من تعرض لانتهاك يجب أن يحتفظ بالأدلة، يجب أن يبلغ عنها، يجب أيضا أن يتواصل مع ممثلي المنظمات في المنطقة التي يعيش فيها ويبلغهم على الانتهاك التي تعرض له ويوثق ذلك كي تحتفظ حقوقه وكي تبدأ بعض المنظمات أيضا
بتحريك مثل هذه الملفات التي رصدها وتوثيقها أمام سواء المحاكم المحلية أو أيضا المحاكم الدولية. نعم. لا يجب أن نتغافل عن أي انتهاك يتعرض لها المدنيين، ولا يجب على أيضا المدنيين أن يسكتوا عن أي انتهاك يتعرضون له من قبل هذه الميليشيات الحوثية. سيأتي اليوم الذي يتحاسب فيه كل من أظلم وكل من أجرم بحق المجتمع اليمني. سيأتي يوما ما تطبق العدالة وترجع الحقوق إلى أهلها، ويؤخذ من كل من ظلم أو انتهك بحق الشعب اليمني سيحاسب ويعني سيأخذ العقاب الرادع بمثل ما قام به من انتهاك أو جريمة. نعم، محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. في الجزئية الأخيرة التي تحدث عنها أستاذ محمد عن أنهم سيحاسبون جميعا، يعني هنا أختم معك بهذا السؤال، وهو هل سيفلت المجرم من العقاب في حال وصول أي تسوية سياسية مستقبلا؟ أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن يتسامح، ولا يمكن لأي إنسان أن سواء كانت لديه قضية أو كان لديه انتهاك، لا يجب عليه أن يطالب هذه المنظمات، ويطالب أيضا مجلس الأمن، وأيضا يطالب الحكومة بكل الترصد لكل من طغى ولكل من بغى ولكل من انتهك، لأن يكون جبر ضرر التعويض. نعم، جبر الضرر والتعويض عن هذه الحقوق، لأنه كما ذكر أخي محمد لا يمكن لأي إنسان جاء وهدم بيتي وفجر بيتي وقتل أهلي وكذا أن أقول له اليوم سامحك الله وتعال نفتح صفحة جديدة. لابد أن تكون هنالك عواقب، ولابد أن تكون هنالك محاسبة، ولابد أن تصدر أيضا وزارة حقوق الإنسان أن تشكل لجنة لمتابعة هؤلاء، وأن تصدر لهم أيضا محكمة خاصة بهم لمتابعتهم، وأيضا من أجل هذه القضايا، من أجل كما ذكرت أخي أكرم جبر الضرر، ومن أجل أن تصفي أيضا النفوس، لأن هنالك أنت تعرف بأننا شعب يمني، شعب قبلي، وشعب دائما ما تراهم يثأرون لأبسط الحقوق، فما بالك أن تأتي الميليشيا الحوثية وتقتل وتهجر وتفجر وتأكل الحقوق وأنا أظل لها ساكتا. لذلك أنا أقول بأنه من الأولويات على الحكومة الشرعية إن كان وكانت هنالك فعلا مساواة، أو كان هنالك مرحلة انتقالية جديدة بين الحكومة وبين الميليشيات الحوثية، أن تشكل لجنة خاصة تهتم بهذه المواضيع، وعلى أيضا المنظمات الداخلية عليهم أيضا جدولة بعض من تقارير الانتهاكات السابقة من عام 2014 إلى اليوم، وأن تكون هنالك قضايا ذو أولوية خاصة من أجل متابعتها، وأيضا من أجل أيضا تقييم محاميين، ومن أجل أيضا التعويض عن كل ما فات وعن كل ما تم تدميره، وأيضا أخذه بالقوة من قبل هذه الميليشيات الحوثية. أنا أقول هنا أخي أكرم ليس للميليشيات الحوثية، بل أيضا محاربة أيضا الفساد داخل الشرعية، هنالك أيضا فساد، وعلى المنظمات أيضا أن ترصد كل هذه التحركات سواء من قبل الميليشيات الحوثية أو لكل من انتهك الأعراض في الحكومة الشرعية. وأنا أعتقد بأنه لا يوجد هنالك، وإن كانت هنالك حاجة بسيطة، لكن هنالك الأغلب الذي يعني اجتاحت الساحة هي الميليشيات الحوثية، الذي صنعت ما لم يصنعه الأولون والآخرون. نعم، في اليمن. نعم، توفيق وليد الشفق عضو مشاورات الرياض، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول للأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وشكرا موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام. بهذا وصلنا لنهاية حلقة هذا الأسبوع من بعد الحدث، ألقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، في أمان الله.